الأخبار من ATV العدالة وفيها. وزير التعليم العالي يحيل عدداً من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة. الخدمة المدنية يرشح 752 مواطناً ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية. افتتاح مركز غسيل الكلى في منطقة صباح الأحمد. وتتابعون أيضاً الكويتيون الأطول قامة في الخليج. ومن العناوين إلى التفاصيل، أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني مجموعة من الشهادات العلمية إلى النيابة العامة كدفعة ثانية لمحاربة الشهادات المزورة. وقال العدواني في تصريح صحفي إن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية بمحاربة الفساد والعمل على رفعة الوطن وتقدمه، وضمن الجهود الحثيثة والشاملة لوزارة التعليم العالي في مكافحة الفساد والقضاء على المزورين. وأوضح أن الإحالة جاءت بعد تقديم مستندات مخالفة للحقيقة وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على المعادلة، كاشفاً أن هناك مجموعة جديدة سيتم إحالتها للنيابة العامة خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة مستمرة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في البلاد. ولفت إلى أن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة، مؤكدا أن فتح ملف الشهادات العلمية المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهادته، وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة تامة حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتكبت بحق الوطن. أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 752 مواطناً ومواطنة وفقاً لخطة الاحتياجات الوظيفية كدفعة جديدة من المسجلين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة. وقال الديوان في بيان إن ترشيح هذه الدفعة جاء استكمالاً لجهود الديوان لترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج بفترات التوظيف السابقة قبل الفترة الأخيرة للتسجيل 87. وأوضح البيان أنه تم في دفعة اليوم ترشيح كافة المسجلين من حملة بكالوريوس هندسة البترول، والبالغ عددهم 220 مواطناً ومواطنة. كما شملت الدفعة ترشيح 344 من تخصص بكالوريوس الهندسة الكيميائية والهندسة الصناعية، مبيناً أن هذه الدفعة تعتبر من التخصصات الهندسية الراكدة، وهي الدفعة الأولى وسيتبعها دفعات أخرى لاحقة بناء على احتياجات الجهات الحكومية. نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يكون العقار المتداول بمقطع في مواقع التواصل تابعاً لها، وأكدت الوزارة عدم وجود سكن وقفي خاص بالإمام والمؤذن في منطقة لقصور قطعة 4، كما لا يوجد أي بلاغ عن وجود مصنع للخمور في مسجد في المنطقة ذاتها. أكد وزير الصحة دكتور أحمد العوضي أن افتتاح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي قطاع إي يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة المهنية وسلامة المرضى. وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي عقب الافتتاح إن هذه الوحدة تشكل إضافة جديدة واستكمالا لجهود وزارة الصحة في تذليل العقبات وتيسير الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تم تجهيزها بـ20 جهاز غسيل كلوي وفق أحدث التقنيات، ويعمل بها فريق من الأطباء والممرضين المختصين على أعلى المستويات. وأضاف أن هذه الوحدة ستوفر خدمة غسيل الكلى بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مريضاً، موضحاً أن عدد المرضى المداومين على غسيل الكلى من سكان مدينة صباح الأحمد السكنية يبلغ حوالي 25 مريضاً، مما يخفف العبء عليهم في التنقل إلى مستشفى العدان 3 مرات أسبوعياً للغسيل، ويعزز راحتهم ويقلل من المشقة.
أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ضرورة تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة الوطن من أي تهديدات خارجية، والاستمرار في هذا النهج وتعزيز القدرات عبر التدريب المستمر والتطوير الذاتي. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان عقب زيارة تفقدية ميدانية قام بها الفريق المزين إلى القوى البحرية بمختلف وحداتها، حيث أشاد بدورها في الدفاع عن الحدود البحرية والمياه الإقليمية للبلاد. وأضاف الفريق المزين أن القيادة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا لتوفير كافة الإمكانات التي تضمن التفوق والجاهزية الدائمة للقوات المسلحة، داعيا المولى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهده الأمين. أعلن الجيش الكويتي عن فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد لأصحاب الشهادات والمهارة، وذلك للعمل ضمن فريق العمليات السبرانية. وأشار في بيان إلى أنه على الراغبين في التطوع والتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني. في عصر يتجاوز فيه التهديد السبراني حدود المعركة التقليدية، يواجه الجيش الكويتي التحديات بتكنولوجيا متقدمة واستراتيجيات حديثة. بينما يعتمد العالم على أنظمة الأسلحة والملاحة الفضائية، تبقى الشبكات وقواعد البيانات عرضة للهجمات عبر الإنترنت، بحثاً عن نقاط الضعف لتعريض مصلحة الأمن للخطر. لذلك يعول الجيش الكويتي على رجال ونساء مدربين بشكل متقدم ومتخصصين في العمليات السبرانية لحماية وتأمين هذه الأنظمة الحيوية. يتم تدريبهم لاستخدام أحدث التقنيات في الهجمات السبرانية والدفاع عن البنية التحتية الحاسمة. انضم إلى الفريق المتميز من المحاربين السبرانيين وكن جزءاً من مستقبل الأمن الوطني. تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 21 متهما في 16 قضية، وبحوزتهم نحو 20 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة كيميكال، شابو، حشيش، ماريجوانا وهيروين، وحوالي 1000 حبة من المؤثرات العقلية، و178 زجاجة خمر، و43 سيجارة إلكترونية بداخلها مادة الحشيش المخدرة، ومبالغ مالية حصيلة البيع. ويأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها. وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أسفر جولة تفتيشية لفرق الهيئة العامة للغذاء والتغذية في السوق المباركية عن إتلاف 90 كيلو من الأسماك وتحرير 31 محضر ضبط مخالفة متنوعة. وقالت الهيئة في منشورها على حسابها على منصة إكس إن المخالفات شملت عرض مواد غذائية للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وتداول أغذية مغشوشة، إضافة إلى قيام العمال بتداول أغذية دون الحصول على شهادة صحية، وقيام صاحب العمل بتشغيل عمال دون الحصول على شهادة صحية. وأشارت الهيئة إلى عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل، وعدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية أثناء العمل، وفتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي. تم ضبط محل اسماك يقوم بعقد البيع اسماك غير صالحه للاستهلاك الادمي زين 90 كيلو غرام. طبعا هني نلاحظ نسبه هني تغير الخواص الطبيعيه من حيث اللون والشكل والرائحه. يقوم المخالف بازاله بطاقه البيانات الغذائيه الخاصه بالنسبه لي اللي هو تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، وذلك بقصد اخفاء عمليه القشط. نلاحظ الاواني تغير الخواص الطبيعيه من حيث اللون والشكل والرائحه وظهور رائحه كريهه. الاوامير نلاحظ الشكل والقوام
وكذلك تم ضبط ربيان يقوم بمخالفة إزالة وزارة البيانات الغذائية الخاصة بالربيان وتعتبر أغذية مغشوشة، حيث قام المخالف برمي الأكياس الخاصة بالبطاقة الغذائية التي تبين تاريخ الإنتاج وتاريخ الإنتهاء. طبعا سوف يحرم محضر ضبط عرض البيع مواد غذائية غير صحيح استهلاك الآدمي، والمخالفة هذه لا يجوز الصل، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة. علما كذلك تم ضبط المنشأة وجود حشرات حية بكثرة ووجود فئران وبواز فئران، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عودة رحلتها رقم 125 KU المتجهة إلى سراييفو نتيجة خلل فني، مؤكدة أن الطائرة عادت بسلام ودون أي أضرار والركاب جميعا بخير. وقالت الكويتية في بيان صحفي إن طاقم الطائرات اتخذ كل إجراءات السلامة اللازمة، موضحة أنه يتم حاليا التنسيق مع الركاب لإكمال إجراءات سفرهم إلى وجهتهم النهائية. وأفادت بأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب هذا الخلل الفني وفقا للإجراءات المعتمدة في الشركة، معربة عن شكرها للجميع على تفهمهم وتعاونهم في الحفاظ على سلامة المسافرين. سجل الكويتيون أعلى متوسط لطول القامة في الخليج ب 174.76 متر، يليهما الإماراتيون ب 174.8 سنتيمتر، وجاء القطريون في المرتبة 93 عالميا بمتوسط 173 سنتيمتر، بينما احتل البحرينيون المرتبة 98 بمتوسط 172.76. وبحسب المعطيات التي أوردها موقع مجلة CAO World Magazine، سجل السعوديون متوسط طول بلغ 170.67 سنتيمتر، فيما جاء العمانيون بمتوسط طول يبلغ 171.7 سنتيمتر. نفت شركة نفط الكويت صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بسحب مناقصتين في مجال التنقيب والإنتاج تقدر قيمتهما الإجمالية ب$200 مليون بسبب خطأ في إجراءات الطرح. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها طرحت المناقصتين طرحا فعليا وليس طرحا مسبقا كما يجب، وبالتالي لم يتم سحبهما، بل جاري تعديل إجراء طرحهما من قبل الجهاز المركزي للمناقصة العامة، مؤكدة حرصها على الالتزام بأعلى المعايير القانونية في طرح مناقصاتها. غيب الموت الفنان القدير عبد اللطيف الحمدان بعد مسيرة طويلة في أروقة الفن الكويتي، ويعتبر الحمدان أحد أعمدة الفن الشعبي الكويتي ومن مؤسسي فرقة التلفزيون وذو عطاء رائد في تاريخ الفنون الشعبية في الكويت والخليج العربي. قالت إدارة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا. وأضاف مدير الإدارة عبد العزيز الجراوي لوكالة الأنباء الكويتية أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتظهر بعض السحب العالية، بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام، وليلا يكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.